السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم يا شباب، كله بخير وبصحة وعافية إن شاء الله. قبل ما نبدأ الفيديو طبعا ما ننساش اللايك بتاعنا التمام، سبسكرايب للقناة مع تفعيل الجرس عشان يجيلك إشعارات أول بأول لكل فيديو جديد بينزل، يعني القاعدة اللي إحنا عارفينها ديت. ويعني اللايكات بتساعد طبعا على نشر الفيديو. وعندنا هنا أيفون 8 بلس زي ما إحنا شايفين، ده أيفون 8 بلس مفيش بيانات أو نو ديسبلاي. تمام، القصة بتاعته كده باختصار شديد عشان نعرفوا الموضوع. الزبون نفسه هو اللي غير الشاشة، يعني اشترى الشاشة اونلاين او جابها بقى زي ما يكون جابها منين. قطع الكابل بتاع الهوم باتون، طبعا قطع الكابل، المفروض هنا يبقى فيه كابلين عشان نشوف كده بشكل سريع. يلا، المفروض هنا فيه كابلين، طبعا قطع الكابل والخاص بالهوم باتون هنا. تمام، وكان حاطط بقى الاستيكر هنا، ويعني كان بيظبط بيعمل شغل بروفيشنال يعني. فالمهم هو قطع الشاشه وبوظ الشاشه، ومع العلم لما بيركب شاشه تانية مفيش بيانات. تمام، فهنشوف مع بعض دلوقتي الموضوع وننزل تحت الميكروسكوب. يلا بيكا، نزلنا تحت الميكروسكوب. ده جهاز كده جاي على السريع نشوفوه كده. ايه، كان عايز ينزل شويه الميكروسكوب عشان كنت شغال على جهاز مختلف. طبعا الكونكتر بايظ، شكله بايظ ما نشوفه نايل ايه. اول حاجه طبعا قبل ما نروح نقيس الممانعات ونشوف اي حاجه، هنروح نشيل الاستيكر اللي هنا ده كده. تسخينه بسيطه كده يعني زي ما انتم شفتوا، تدفيه بس كده زي ما انتم شايفين كده، بيطلع بمنتهى السهوله. طبعا زي ما احنا شايفين ده متشال هنا اهو، وده متشال كمان. هروح للمخطط دلوقتي، وكمان ده متشال بتاع الشحن، يعني الجهاز ده مستحيل يشحن. تمام، زي ما احنا شايفين اهو، ده مكسور كسر اهو من البورده اهو خالص. وعندنا كمان مفيش، مش هنشوف مع بعض دلوقتي. نروح للمخطط بتاعنا الزي اكس دبليو اهوت يا جماعه زي ما احنا شايفين، علشان نشوف الرقم بتاعنا. ده الكونكتر الخاص بالشاشه. تمام، وعندنا هنا فلتر، مفروض هنا الفلتر ده 1.8 ديسبلاي كونكتر اهو موجود، اللي هو مكسور جنب المكثف اللي احنا شفناه. تمام، وعندنا هنا برضو المصفت اللي موجود هنا ده الكيو 3200، موجود هنا الرقم بتاعه مفروض على كونكتر البطارية، يجيب لي رقم ممانعة ان هو متصل 665 ومنتهى السهولة كده. نرجع تاني للميكروسكوب ونقيس على وضع الدايد مود. طبعا احنا مش شلناش خالص الجهاز ولا شلنا البوردة من الهاوسنج بتاعه بشكل مبدئي كده. المفروض هنا يجيب لي 666، مش جايب لي اي حاجة خالص اهو. ليه؟ علشان ده مكسور اه. تمام، ومكسور كمان، يعني اوريه لكم تحت الميكروسكوب، البن بتاعه نفسه مكسور. ممكن طبعا اطلع له واحد من هنا او اسحب له بشكل مباشر على الكونكتر هنا ده، او اعمل قفله هنا، اعمل يعني بالجمبر ووصل واعمل له تعويض. يعني عندنا هنا الفلتر للاسف الشديد مكسور خالص، ممكن برضو نعوضه اهو. تمام، خلينا نروح للمخطط تاني، عاوز اشوف الفلتر ده رايح لانه رجل. يعني الفلتر ده مفروض يجيب لي 200 زي ما احنا شايفين اهوت، 278 رايح للفلتر اللي هنا. الناحيه الثانيه برضو المفروض يجيب لي 278. يعني لو رحنا هنا كده المفروض يجيب لي 278، المفروض هو جايبهم بالظبط هنا، مش جايب طبعا عشان هو كده مقطوع من الكونكتر. طبعا احنا ممكن يعني نعوضوه بحته سلك بسيطه او بفلتر تاني، يعني ممكن نحط فلتر تاني، الموضوع سهل يعني مش موضوع كبير. ولكن اللي يهمنا في الموضوع كله المصفت اللي هنا ده كده الصغير، نشيله على جنب. شلته على جنب، ولكن علشان السبيكر هنا ما يتأثرش وانا شغال بالهوت اير او اي حاجه تتأثر او البطاريه او اي حاجه، خليني نشيل البورده دي من الهاوسنج وارجع لكم تاني. على القناه الجديده الخاصه بالمراجعات هيبقى في فيديو مخصوص ان شاء الله للهولدرز، يعني الهولدرز كله بكل انواعه، يعني او اغلب الانواع الموجوده دلوقتي انا عامل لهم مراجعات، يعني ايه افضل واحد اللي المفروض يكون عندك.
وايه المميزات والعيوب. تقدر تشترك بالقناه موجوده على الاي، ما اعرفش موجوده اه هنا كده الاي اللي موجود هنا ده، طبعا هتلاقي القناه او في الديسكريبشن تحت الفيديو على طول في خانه الوصف. يعني هنبقى نرجع له تاني نشوف الكونكتر ده ونرجع له تاني ان شاء الله. يعني زبط على كده، زبط ما زبطش خلاص مش منجوش يمه خلاص. الحاجات الصغيره دي مهمه جدا يا جماعه. تمام، هنجيب له فلتر من نفس المكان اهو. يعني عايز اوريكم الحاجات الصغيره دي بتركب ازاي. يعني انا زودت شويه اسدير صغيرين جدا هيساعدوني في الموضوع. تمام، لان في ناس كتير كانت بتشتكي من الحاجات الصغيره دي. طبعا انا ممكن اعوضه بحته سلك، ولكن يفضل ان انا نجيب واحد بديل. بجيب بس توزر تاني لان للاسف الشديد التاني ده وقع اتكسر السن بتاعه، عايز يظبط. تمام، ابعد الهوت اير خالص، هو ماسك في التوزر. تمام، طب مش راضي يتحط اعمل ايه في الحاله ديت؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ حد يقول لي اعمل ايه؟ زي ما هو بالظبط، زي ما هو هو راكب، ما اعملش اي حاجه، زي ما هو هو راكب اهوت. واجيب شويه فلاكس هم صغيرين واروح احطه اهو. تمام، رحت حطيته بمنتهى السهوله. تمام، ليه حطيت فلوكس تانيين؟ علشان ما يطيرش بسبب الهواء. تمام، ركب خلاص اهوت، يتبنى شويه فلوكس وبساط جدا مع شويه تسدير الاول، ظبطت الموضوع. لما اجي احط اي مكون هيركب معايا مهما كان صغير او كبير، هيساعدني طبعا في عمليه التركيب. زي ما احنا شفنا كده المكونات الصغيره هتركبها بالشكل ده، موضوع سهل اهو. اها ايه عشان بس ايه ما يبلاش فيش اي حجه ليك. هنروح دلوقتي للحج المسفت بقى، هنعمل نفس الطريقه برضو مع المسفت هنا. طبعا انا لما حطيته على جنب كان في شويه فلاكس، انا حطيته على شويه الفلاكس دول عشان ما يطيرش او يروح في اي مكان. تمام، عندنا المكان اهوت، اتاكد من ده كده بيتحرك. لا ما بيتحركش. طبعا انا ممكن اعمل له قفله، ولكن عايز اوريكم الشغل المظبوط. يعني في مجال، في مجال. تمام كده المكان اللي انا عايزه مظبوط. هعمل ايه في الحاله ديت الاول؟ اجي بالتوزر على وضع الدايد مود او على وضع الجرس، واقف هنا كده، واقف على الرجل اللي هنا دي. متصل؟ اه والله متصل معايا اهوت، وجايب 00، يعني الخط كده متصل ومفيش اي مشكله. هنقف هنا مثلا على وضع الدايود مود، على وضع الجرس برضو على اي ارضي، واشوف هل متصل بالارض ولا لا. يبقى الحفر كده بتاعي تمام، مفيش اي مشكله، مفيش اي حاجه. يبقى انا اكمل شغلي بمنتهى السهوله. اجيب شويه فلاكس، نقطه فلاكس، نقطه فلاكس بسيطه اهو في المكان هنا اهوت. طبعا ديت عايزه شويه تسدير برضه، اجيب نقطة اسدير صغيرة واديها تسخينة كده من بعيد بحيث الفلاكس يروح. خلاص دولت اللي انا عايزهم حلوين. طب ايه اللي هنا؟ ده مكسور هو كمان، مش مشكلة، ده على توازي مش مشكلة، ده خلينا دلوقتي فيه. تمام، جبناه تمام وحطينا الرجل عوضناها تمام كده علشان يبقى الكلام واضح. لما جبت المكون جبته بشويه فلاكس اهوت زي ما احنا شايفين، مفيش اي مشكله. تظبط يابا اهو، امسكه بالراحه كده. يبقى بمنتهى السهوله انا شلت الجزء الايه
تمام يا جماعة، بنظبط الكاميرات بس. اخده بقى اهو واعدله لنفس الاتجاه. مش راضي يتعدل اهو، بص مش راضي يركب، مش راضي قاعد يتعولق كده، قاعد يتعولق. خليه في التويزر وابعد الهوتير عشان ما يطرش، واجيب فولاكس تاني اهوت. فين 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 ابعد الهوتير وانا ماسكه كده اهو، حطيت شويه فولاكس واروح احطه تاني اهو بالراحه. نزل خلاص، اشوف الاتجاه بتاعه مظبوط. عندنا الاتنين دولت هنا هناك، شوفوا كده تاني، الاتنين دولت هناك مظبوطين. يلا توتو، تمام يا جماعة ركب اهو زي ما احنا شايفين. تعدله بس تخليه في الاتجاه بتاعه، الدنيا مظبطة، ازدير زيادة، شوية فلاكس، الحرارة مظبوطة، الهواء مظبوط، كله بيركب مكانه. نسيبوه يبرد علشان لو انت ما سبتوش يبرد، دي نقطة مهمة، ورحت حركته أو هزيته أو نظفت دلوقتي، ممكن الأزدير يفك من التراك أو من البادة نفسها، الأزدير يفك، لأن احنا مش حاطين جرين ماسك، مش حاطين أي حاجة. لازم نسيبه يبرد بقدر الإمكان، يبرد بشكل كبير. تمام، ونروح نقيس هنا على طول كده على وضع الدايد مود، نشوف الرجل ديت هل طلع على الممنعة ولا لا. والله طلع على الممنعة، كله طلع على الممنعات. نروح للرجل برضو بتاعتنا هنا دي، طلع على الممنعات. هي الرجل ديت رقم كام على المخطط في الكونكتر؟ من الناحية التانية عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، رقم 9. لو رحنا كده هنا بشكل سريع اهو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 طلع عليها رقم الممنعة فعلا. المكثف اللي في جنبه ده مش مشكلة، يبقى كده بشكل مبدئي كله تمام، ما عنديش أي مشكلة دلوقتي بشكل مبدئي وكله تمام. طبعا عندنا لسه مشكلة في الكونكتر، وممكن تحصل مشكلة تانية، يعني احنا لسه مش عارفين لغاية دلوقتي. نيجوا جايين كده اهوت، جايبين، خلينا نجيبه، جبت شاشه تانية جديده اهي خالص، نحطها على جنب. تمام راكب، تتاكد من الكونكتر لان انا شاكك في الكونكتر برضو زي ما انا ذكرت من الاول، ولكن لو هيشتغل على كده اوكي، مش مفيش مشكله يعني. رقم 5 تشغيل صح، تمام اشتغل والله اهو، ولكن فاصل اضاءة. خلينا نجيبوا الكاميرا ديت عشان نشوف مع بعض اهو. يلا هاف باك لايت، هاف باك لايت، هاف باك لايت، ولكن البيانات طلعت وكل حاجة طلعت تمام. هاف باك لايت، هاف باك لايت برضو. هنروح للكونكتر، خدنا صوره كده للارقام بتاعه الممنعات يا جماعه، نروح للميكروسكوب بتاعنا اهو ونقيس على وضع الدايد مود. نبدا من دول، ده موجود موجود. انا بنزل على الكونكتر هنا علشان اتاكد كمان ان الكونكتر متصل بيه. عندنا ده موجود، ده مش موجود، 469 على المخطط، موجود 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 موجود، كله موجود. عندنا رقم 2 مش موجود، رقم 2 ده اللي هو مسار الانود البي ال او الباك لايت تيري فور انود، ده مسار مهم جدا لتشغيل الاضاءة. طبعا هيكون موجود من الناحية التانية. لو رحنا على المخطط كده بشكل سريع اهو يا جماعة، انا واقف على الكونكتر على مسار رقم 2 اهو، تمام. لو رحنا كده هنلاقي موجود هنا مفروض في مقاومة، من الناحية التانية في مسار خاص بدائرة البيانات بشكل كامل اهو، تمام. يبقى نقف هنا كده ونشوف هل متصل على أي حاجة هنا. لا والله مش متصل، لا والله 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 ما متصل. نروح للميكروسكوب اللي هي هنا دي يا جماعة تحت، شايفينها رقم واحدة، شايفينها مقطوع قطع،
خليني نقطعه كده بالراحة بالإعداديات. قطعت اهو يا جماعة، خلينا ننزله كده أكتر عشان نشوف اهو. تمام شايفينه؟ اه بص شايفين المقاومة بايظة خلاص اهيت، يوووو طالعة من الرجول، يعني أنا بلمسها أساسا طلعت، بلمسها لمس كده طلعت. طبعا المقاومة ديت مش هينفع إن أنا أحط لها سلك، مش هينفع بأي شكل من الأشكال، صح؟ طبعا وانا بقطع في ملحوظه مهمه جدا، القطر اللي انا بقطع بيه او القصافه ديت او سميها زي ما تسميها ما اعرفش اسمها ايه عند حضراتكم، بايظه شايفين؟ بايظه ومش يعني مش زي مثلا اول مره انت تكون شاريها جديده. ده رقم واحد. رقم اتنين بنستخدموها في حاجات كتير فهي باظت خلاص، فانا نوهت اكتر من مره ان المفروض تجيب واحده مخصوص تشيلها على جنب كده. ما ايه في ايه في ايه تشيلها على جنب كده، دي قصة اللي انا اقطع الارف شيلد، اشيلها على جنب بصراحة ديت مهمة جدا في قطع الارف شيلد، وانا كنت عامل كده يعني للأسف الشديد. حد بقى استخدمها مش عايز اجيب اسمه، لما يتفرج على الفيديو هيكون هو عارف يعني عارف نفسه، ولكن خلينا نشوف الموضوع برضو. بس انا ببقى متضايق بقى من الحاجات دي يعني اساسا، ولكن هي مش مشكله يعني. الطبقه اللاير رقم زيرو يعني مش واحد حتى، ولكن المفروض كان يطلع بشكل سليم ومفيش اي مشكله تبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده لو البنزه ديت او القصافه ديت حاميه بشكل كافي وانت محافظ عليها. هنعمل نفس الطريقه برضو، خلينا نشوفه. ادي اخطاء بتحصل واحنا شغالين، نحل المشكله دي ازاي. ده شغل كافي مفيش اي مشكله. خلينا نشوف الدايره هنا في اي حاجه مقطوعه في اي حاجه بايظه بنظره سريعه. تمام مفيش اي. هنعمل ايه بقى؟ حد يقول لي في التعليقات. سامعك اهوت، سامع اللي بتتكلم، قول تعمل ايه. فلوكس اهو، شويه فلوكس، نقطه فلوكس مش قدر فلوكس، اهو هوت اير تمام ازدير، نخلي الفلوكس كده يروح شويه. ركنه ده على جنب، هدولت كده خليهم يعملوا كرة تسدير برضو. اهو بص يا جماعة، بص لاحظوا معايا عملت كرة تسدير اهي. تمام اطلع 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 اطلع، روح هنا كده عشان ما بالظبط كده. خليني نجيب الهولدر عشان الجزء اللي تحت ده بيطلع معايا، يعني بيفصل الشاشة نفسها بتاعت الميكروسكوب، الزوم بيفصل للأسف الشديد لأن بيجي رافع الجزء الجلد اللي تحت ده للأسف الشديد. أنا عايز أغيره لأن بيطلع معايا، عايز أجيب واحد تاني مختلف. ممكن أنا أجيب نقطة تسدير من هنا أهوت زي ما عملت أهو. اهو يا جماعة تمام، في اي مشكلة؟ ما فيش اي مشكلة. خدت نقطة تسدير منين؟ لازم انت تجيب نفس المقاومة كقيمة، وشرحنا الموضوع ده قبل كده، ان انت بتشوف القيمة بتاعة المقاومة دي قد ايه في المخطط اللي هو الاسكيماتيك نفسه. فين هي عشان انا مش شايف؟ اول واحدة يا جماعة، خلينا نمسكها الاول. ايوه تمام، ابعد الهوت اير خالص اهو، بعدت الهوت اير واروح هنا كده مفيش فلوكس، هاخد نقطة فلوكس احطها النقطة اللي انا خدتها، ولما انزل كده اهو اهو نزلت بسبب الفلوكس والحرارة اللي موجودة. الموضوع ايه بقى؟ سهل.
طب المقاومه ديت انا اعرف القيمه بتاعتها ازاي عشان انا ما اطلعش من النقطه انا كنت بتكلم فيها من شويه عن طريق المخطط. انا بروح عن طريق المخطط اروح اقف على المخطط اشوف الرقم بتاعها الاول اسمها ايه, وبعدين اروح على الاسكيماتيك اشوف القيمه بتاعتها قد ايه وابحث عنها بنفس الطريقه في الاسكيماتيك بنفس القيمه. اجيبها من ايفون 6 اجيبها من ايفون من سامسونج اجيبها من اي جهاز بنفس القيمه دي طالما المخطط موجود وبيدل ان القيمه بتاعتها قد ايه, فهيسهل الموضوع بكل تاكيد. عندك جهاز نفس الجهاز موجود وقطع غيارة خدها من نفس المكان ما تدوخش نفسك زي ما انا عملت كده. هنرجع تاني للجهاز يا جماعه, طفي الهوت اير ونرجع تاني للجهاز اهو زي ما احنا شايفين. هروح اقيس دلوقتي الممانعه بتاعتي واتاكد منها الممانعه كانت موجوده في كل الكونكتور مع ده رقم 2 صح. والله راجع اهو وموجود. نعم نرجع تاني اهوت لل نروح للكاميرا الاساسيه شيلوا 100 100 تمام يا جماعه. الاضاءه كلها اشتغلت ما فيش اي مشكله طبعا عشان الاضاءه بتاعت الكاميرا يعني زي ما انتم شايفين اهو ظبطت الاضاءه كله تمام. ايفون 6 بلس 50 55 تمام شغال اهو التاتش كله شغال والموضوع اتحل بمنتهى السهوله واللذاذه واللطافه واللي ايه واللي ايه واللي او. الخطوات دي هتعملها درب نفسك عليها وان شاء الله هتنجح معاك الطريقه بعد تجربه مره واثنين وثلاثه. وبالتوفيق لحضراتكم. اللايك بتاعنا التمام بقى للفيديو مع سبسكرايب للقناه وتفعيل الجرس عشان يجيلك اشعارات اول باول لكل فيديو جديد بينزل, وفي فيديو بعد ده على طول هينزل ان شاء الله فانتظرونا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وسلام.